الحمد لله. الليالي والأيام لربما تمر على أبداننا فنشيخ، هل للإنسان خيار إذا ورد أمر الله عليه أن يختار يرفض؟ لا، من مداخل الشيطان في الحياة، بل وتقلب القلوب نيران. أنت خواف من الشياطين، وإذا تحدثوا عن الجن يجيك خوف. فاصدح به خيرا يمحو الشياطين، طوبى لمن حقق الأفضال مجتهدا، تقوده لجنان شوقها فينا. أقبلت يا رمضان، انتظرونا في رمضان، تقبل الله منكم. والقلب يشتاق دوما.